سلام خياتي، جيسبر فوز علي توس بيان. انا في نعمه والحمد لله. كما العاده البنات، اليوم نهار جديد، فيديو جديد. كما كنتم تشوفوا لهنا البنات، جبت لكم جوله في محل اواني منزليه فيه اسعار يعني نقولوا ما شاء الله، ماشي مرتفعه ومشي منخفضه، يعني في متناول الجميع. كما كنتم تشوفوا لهنا، هذا المحل متواجد اونيفو دو سيدي عبد الله نوفيل فيل زيغالدا، جاي في البولفار الاول، كيما اكزاكتومون كيما لا فارماسي الصغيره، لو بتي، ماشي كاين باسكو الكبير وكاين الصغير. كما كنتم تشوفوا لهنا البنات، هذا المحل يعني مختص ب عنده يعني صوالح اون بلاستيك، كما كنتم تشوفوا لهنا محطهم جوست برا هكذا. وتاني اوسي كاين كيما نقولوا عنده لي لوستر، عنده لي كوكوت مينوت، عنده يعني اكسسوارات تاني للتزيين هكا في الدار. عنده اوسي لي سيرفيس، سواء طابلو ولا لي سيرفيس كافي اكافي ولا لي برا، المهم عنده ان بو دو تو. وعنده عفايس يعني كاليتي بزاف بزاف شابه. بيان سور عنده لي ميكسور، عنده لي برا، عنده لي بانينوز، عنده بزاف بزاف صوالح هايلين، خاصه الاخوات اللي حوسوا بزاف بزاف على لا بانينوز سوناشي، راه يجيبها يعني سور كوموند هذا الاخ. يعني حقيقة يعني ما شاء الله، ميم سي كو عندهم الحاجة اللي عجبتني كو في هذا المحل، انه عندهم لاكو، يعني كي تدخل يرحبوا بيك. اون بلوس زعما شغل ماشي من هذاك الجور اللي يجوا زعما شغل مقلقين ولا، يعني ما شاء الله. المهم البنات، انا نخلي لكم تشوفوا هذه الجولة في هذا المحل وتبعوا للاخير. نتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم. بيان سور لا عجبتكم ما تنسونيش بالتعليقات تاعكم خياتي. احبكم في الله، أحبكم أحبكم. يلا سلام حبيباتي، فرجة ممتعة.